صفرة الحكم للإعلان عن انطلاق دقائق. أحمد الحداد يبحث عن زاوية التسديد، فرصة لمصلحة فريق الشوط في الدقائق الأولى، ويتدخل حارس المرمى في كرة أولى. كرة على الجهة اليمنى من دفاع فريق الشط. لازالت مصلحة فريق المدينة عرضية تكون أقرب لحارس المرمى، وقدم موسم جيد مع فريق النصر بنغازي. كرة لمصلحة فريق الشط. فرصة، هدف جميل لمصلحة فريق الشط. هدف جميل لمصلحة فريق الشط. الحداد في تهيئة الكرة، فتح اللعب على الجهة اليسرى كما جاءت. يلعب كرة بذكاء دوكالي. اللعباني عرضية، التسديد تعود من الدفاع. لازالت كرة خطيرة لمصلحة فريق المدينة. وركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة فريق المدينة. وراء ركلة الجزاء سالم عبلو. هنا لقطة الإعادة. قدم ماتيوس هنريكي موتا، وهدف. هدف لمصلحة فريق المدينة. إذن المدينة يعود في النتيجة عن طريق البرازيلي ماتيوس هنريكي موتا. هدف مقابل هدف. يتمكن فريق المدينة من إحراز هدف التعادل. هدف مقابل هدف. اليمنى من دفاع فريق الشط. كرة لمصلحة فريق المدينة داخل منطقة الجزاء. فرصة، متابعة جيدة من الدفاع فريق الشط. من الدقيقة 25 هنا لقطة الإعادة. فراس الأسود كان في المتابعة. على سلم ترتيب الدوري الليبي الممتاز، المدينة يبحث عن الدور السداسي. التنافس سيكون قوي بين جميع الفرق، بينما في المركز الثالث هناك ثلاثة فرق، هي الاتحاد المصراتي السويحلي الأولمبي ولجميعها 15 نقطة. يلعب في أكثر من مركز بالنسبة ليانو المخلوف. كرة تدور كما يجب، عبلو محاولة. فرصة، هدف جميل لمصلحة فريق المدينة. عبد السلام أبو كراع يتمكن من إحراز الهدف الثاني في هذا اللقاء عند الدقيقة 33. لقطة الإعادة، عبلو ماتيوس. عبد السلام أبو كراع أجاد الاستلام، يلعب كرة مقوسة بشكل جميل في القائم الأيمن لمرمى فريق الشط. رجب المغربي حال انطلاق. رجب المغربي على الجهة اليسرى، والشط اشتهر بلعب قدم مستوى كبير على الجهة اليسرى، ومحمد المغربي اللاعب الدولي السابق ونجم فريق الأهلي طرابلس في السنوات الماضية. أحمد فوزي بن عياد، الشباب اللصي اللاعب السابق لفريق الشط. فريق المدينة فتح اللعب بشكل جيد من ماتيوس باتجاه لعباني. حسام لعباني، وكرة خارج الملعب. لازال يحتفظ بالكرة أحمد الحداد، ولكن متابعة جيدة من أنور مخلوف. أحمد فوزي تعود لمحمد ناصر باتجاه يعقوب عبد الله. عرضية، فرصة، تدخل جيد ومتابعة جيدة من فراس الأسود. يعقوب يلعب كرة عرضية، وفراس من أمام سالم عبلو. فراس الأسود في قراءة سليمة ومتابعة جيدة في عمق دفاع فريق الشط من أمام سالم عبلو. تمريرة أكثر من رائعة حقيقة من يعقوب عبد الله المهاجم الهداف وقلب الهجوم في دور صنع الألعاب. عبلو، هدف. سالم عبلو يتمكن من إحراز الهدف الثالث. أو البرازيلي ماتيوس يتمكن من إضافة الهدف الثالث. هنا لقطة الإعادة. يعقوب في التمرير، عبلو يلعب كرة بشكل جميل، احتفاظ بالكرة بشكل جيد، والبرازيلي ماتيوس يتمكن من إضافة الهدف الثالث. محاولة التسديد، والكرة تكون سهلة لنصر محمد نصر. الشط اللقاء القادم سيكون أمام فريق الأولمبي. اللقاء محسوب لفريق الشط، بينما المدينة من المفترض أن يقابل فريق الأهلي طرابلس، وبعد ذلك يواجه فريق الأولمبي. كرة أمامية من أحمد لجنف تكون أقرب لحارس